هذا هو جانب من المشهد في مدينة حمص. طائرة عسكرية تشن غارة جوية على المدينة، والهدف مواقع للمعارضة المسلحة في البلدة القديمة. أما على الأرض فتلك قصة أخرى. نحن هنا في جولة مع وحدات من الجيش السوري في مناطق استعاد الجيش النظامي السيطرة عليها، وهنا أيضاً بعض ما يؤكد تعرض الجيش لخسائر في معارك سابقة. وحسب روايتهم فإن هناك ما يقرب من 4000 مسلح ما زالوا يتحصنون في المدينة، معظمهم من المقاتلين الأجانب. وتدور المعارك بأساليب بدائية في بعض الأحيان، راجمات تقليدية وقنابل محلية الصنع. ويسلك الجيش السوري المسارات نفسها التي سلكها من قبل مسلح الجيش السوري الحر، ويخترقون البيوت المدمرة بيتاً بيتاً مع استخدام مواقع المراقبة نفسها. كل ذلك على بعد أمتار قليلة من الأماكن التي يختبئ فيها قناصة تابعون للجيش الحر. إلا أن هذا هو المشهد الغالب في معظم أنحاء المدينة، فرغم استمرار الاشتباكات تبدو حمص هادئة نسبياً. هناك بطبيعة الحال مؤيدون لكلا الطرفين، وهناك آخرون لا يميلون إلى أي من الطرفين. ومنهم هذه السيدة التي قالت إنها لا تؤيد المعارضة المسلحة، ليس بسبب موالاتها للحكومة أو لرئيس بشار الأسد، وإنما بسبب حبها لسوريا. كثيرون غيرها ضاقت بهم السبل وأصبحوا في حيرة من أمرهم بسبب ما آلت إليه الأوضاع في البلاد. الكل يبحثون عن الحرية ويختلفون حول ما تعنيه تلك الحرية.